مساء الخير مشاهدينا. أكد نائب رئيس مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان السنوسي مسعود انسحاب كافة مسلحي قبيلتي أولاد سليمان والتبو عودتهم إلى تمركزاتهم السابقة بسبها حسب اتفاق الهدنة الموقع بين القبيلتين. وأوضح مسعود لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القبيلتين حريصتان على تنفيذ بنود المصالحة دعما للاستقرار والمحافظة على أمن المنطقة الجنوبية ونسيجها الاجتماعي، مشيرا إلى تواصل مساعي التهدئة في المنطقة. وأعلن نائب رئيس مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان أن هناك مساعي من قبائل الجنوب لتأمين المنطقة. وأضاف نائب رئيس مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان السنوسي مسعود عبر مداخلة سابقة أن هناك تجاوبا من شباب قبيلتي التبو وأولاد سليمان مع اتفاق الهدنة وانسحاب المسلحين إلى تمركزاتهم السابقة. كانوا متفقين اتفاق كامل على أن لا يستمر أي نقاش أو أي جدال أو أي مساوي تؤدي إلى الفتنة وإلى الفرقة وتفكيك النسيج الاجتماعي لكل قبيلتين وخاصة في الجنوب يعني. فهذا اللي اتفقت عليه كل العقلاء من التبو ومن أولاد سليمان جزاهم الله خير، وكانوا على مستوى عالي من الأخلاق الشباب من القبيلتين. في خبر وبعد اليوم نناقش هذا الخبر وما بعده مع ضيوفنا من سبها نائب رئيس مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان السنوسي مسعود، ومن سبها أحد أعيان قبيلة التبو محمد صندو، ومن سبها أيضا المتخصص في قضايا الجنوب سالم بخزام، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي جمال عبد المطلب. أهلا بجميع ضيوفنا وأبدأ مع السيد محمد صندو. سيد صندو، حدثنا أكثر عن كيف توصلتم إلى هذا الاتفاق ومظاهر تنفيذ بنوده الموقع بين القبيلتين. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع السيد محمد صندو أحد أعيان قبيلة التبو. سأنتقل إلى السيد سالم بخزام معنا من سبها أيضا. سيد سالم مساء الخير. أهلا، مساء النور. أهلا بك معنا في خبر وبعد. ما أهمية إذن هذا الانسحاب لأبناء قبيلتي أولاد سليمان والتبو؟ كيف توقع أن يؤثر على طرفي النزاع بالنظر لثقل ووجود القبيلتين في المنطقة؟ في البداية أحب أن أحيي كل المشاهدين الأكارم الذين يتابعون هذه الحلقة، ونأمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الخطوات الإعلامية أن تؤدي إلى تنوير الرأي العام وتوجيههم وتبصيرهم بأهمية عملية السلام التي تحدث الآن في سبأ. بالتأكيد الخطوات التي قام بها أهلنا من أولاد سليمان والتبو هي خطوات ممتازة لا بد من دفعها، خطوات محترمة في اتجاه السلام، أثبتت وبدون مجال الشك أن يعني قبيلة أولاد سليمان وقبيلة التبو قادرين تماما على احتواء الموقف وعلى نزع فتيل الحرب التي استمرت لفترة طويلة، وذهب ضحيتها الحقيقة العديد من شباب القبيلتين. السلام في سبها اللي يحدث بين التبو بين أولاد سليمان سيؤثر إيجابا إن شاء الله على كافة المنطقة. أنا أريد أن أنبه، نعم، وهذه يعني من واقع خبرتي الشخصية، بأن الجذاب سيعتبرون متلازمة في عملية السلام هذه، وينبغي على كافة الأطراف عدم الركون وعدم ترك موضوع أو ملف قبيلة الجذافة في هذا الإطار، لأن يعني هذه المتلازمة كلها تتكون مع بعضها وتستطيع بالتأكيد أنها تنجز عملية سلام متكاملة تعمل على إرضاء وتهدئة كل. ربما نستطيع العودة لهذا الملف الذي تحدثت عنه للحديث بشيء من التفصيل أكثر. سيد سالم ابقى معنا، سأنتقل إلى السيد محمد صندو أحد أعيان قبائل التبو. أهلا بك معنا سيد صندو. ما مظاهر البدء في تنفيذ بنود التهدئة الموقعة بين القبيلتين منذ صباح اليوم؟ في البداية أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام وأقول السلام عليكم. وعليكم السلام. دائما نشكر قناة ليبيا لكل الأحرار على تواصلها معنا ومشاركتها لنا في صنع السلام سواء في أوباري أو في سبها، وإن شاء الله مستقبلا في جنوب بالكامل. وفيما يتعلق بالسؤال، أنا حاليا متواجد سبها مع اللجنة المشكلة من قبل قبائل التبو للتفاوض مع أولاد سليمان برئاسة الشيخ الزيلاوي، ونحن منذ الصباح نتواصل بشكل مباشر معا وسويا من أجل إزالة الاحتقان والتفاوض
تسهيل أو تنفيذ بنود الاتفاق. مع من تتواصلون مؤخرا سيد محمد؟ مع من تتواصلون مؤخرا يعني بعد أن تم الاتفاق بين أولاد سليمان والتبو الآن، مع من تتواصلون؟ الآن نتواصل مع 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 قبيلة أولاد سليمان، أقصد اللجان المشكلة ما بين القبيلتين، نتواصل معا من أجل تنفيذ بنود الاتفاق. نعم، يعني إلى الآن لم يحدث انسحاب حقيقي، ما الذي تم تنفيذه من البنود؟ نحن طبعا اتفقنا في سبها بتاريخ تقريبا يوم 28 أن ينسحب المقاتلين من كلا الطرفين إلى المواقع السابقة التي هي قبل الأحداث الأخيرة. وفعلا صباح الأمس تم انسحاب المسلحين من الطرفين من الأماكن التي سيطروا عليها في الأحداث الأخيرة إلى مواقعهم السابقة، والآن بدأنا في تطبيق البنود الأخرى من الاتفاقية ومع تشكيل لجان لمراقبة الخرقات وتطبيق المواد الواردة. نعم، سنعود ربما للحديث أكثر عن البنود الأخرى التي أشرت إليها معك سيد محمد صندو. أنتقل الآن إلى المحلل السياسي سيد جمال عبد المطلب معنا من طرابلس. أهلا بك معنا سيد جمال، كيف تراقب انسحاب كافة مسلحي قبيلتي أولاد سليمان والتبو بحسب ما أشار ضيفنا، وعودتهم إلى تمركزاتهم السابقة بسبها، ما أهمية ذلك؟ أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر إخواننا على ظروف التأخير. الحقيقة أقول في البداية ابتداء أنها أحييك وأحيي المشاهدين الكرام والضيوف الكرام، أقول إنها إشارة خير، يعني هذا مؤشر ومؤشر على أن هناك إن شاء الله بداية حلحلة وبداية نوايا طيبة، ويعني نرجو أن يستمر هذا، يتوج هذا الانسحاب بالاستمرار في سياسة ضبط النفس والتوقف جميع الحلول التي لها علاقة بالحرب وبالقتال، وخاصة بين الأشقاء وأبناء الوطن الواحد، تبدأ بمسألة التهدية. يعني وقف إطلاق النار، الرجوع إلى مواقعك، الاستمرار في ضبط النفس، التواصل ما بين العقلاء والقادة. هذه القراءة الأولى التي أقرأها. وأقول لأهلنا في الجنوب جميعا وعلى رأسهم إخوتنا التبو وأولاد سليمان، إخواننا من فضلكم، وخاصة إخواننا التبو، إخواننا من فضلكم، وطنكم هو ليبيا، وقصة النظام السابق ومعمر القذافي وحفتر والقصة هذه والله لن تحل لكم قضيتكم. شتان ما بين من يأتيكم بالأطعمة وبالدواء وبالخير ومن يأتي جالبا لكم العنف والقتال. توقفوا عن هذه القصة، أنسوا الموضوع، طويت الصفحة. جاءوا بني أمية وذهبوا، جاء بني العباس وذهب أدريس السلوسي رحمة الله عليه عندما انقلب ضده العسكر، التزم هو ورجالات العهد الملكي. الآن طويت صفحة 40 سنة، فلنبدأ صفحة جديدة ولنبدأ إخوة متحابين ونبني الوطن من أجل أجيالنا القادمة. نعم، فهذه المسألة مهمة جدا. الحرب لا يمكن أن تأتي بنتائج. الحرب لا تلد إلا المشوهين والأحقاد، ولا بد من الجلوس للطاولة سواء عاجلا أم آجلا. نعم، فلنبدأ من الآن بضبط النفس والوفاء بالعهود والعهد. يعني أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله، ومن علامات النفاق هو عدم الوفاء بالعهد. كل واحد من الأطراف يلتزم بعهوده. نعم، وضحت فكرة سيد يعني جمال، كتبت في 2014 وفي إطاليا. اسمح لي أن أنتقل مرة أخرى ضيفنا سيد سالم بخزام. نعم، لا، سننتقل إلى السيد سالم بخزام. سيد سالم، كنت تتحدث عن ملف المصالحة الذي يجب أن يشمل أيضا القذادفة كما أشرت، ربما توضح لنا أكثر. وكذلك نتحدث عن إلى أي مدى ستلقى توصيات حكماء القبائل تجاوبا من الشباب أو المنضمين في هذا النزاع برأيك؟ طبعا يعني أنا تحدثت وقلت فيما يتعلق بعملية نجاح السلام في سبها، إنما حصل الآن من اتفاقات بين التبو وأولاد سليمان هو عمل إيجابي وعمل جيد، وتنفيذ الانسحابات
على الأرض بين الطرفين أو بين القبيلتين هو شيء محمود ولا بد من تعميقه ودفعه، ولكن يعني كل عاقل يدرك تماما أن هذا الموضوع متلازم تماما مع ملف قبيلة الجدافة، حيث شهدت الفترات الماضية طبعا صراع لك أن تقول سياسي أو اجتماعي أو خلطة بين السياسة والعمليات الاجتماعية والسياسية بين قبيلتي الجدافة وولاد سليمان. مهم جدا تهدئة هذا الموضوع، مهم جدا فتح هذا الملف وقطع. هل هذا الملف له علاقة بالنزاع الذي يدور الآن في الجنوب سيد سالم أم أنه أمر منفصل؟ لم أستمع إلى السؤال. النزاع الذي تحدثت عنه وكانت جزء منه قبيلة الجدافة في الجنوب، هل هو جزء من الصراع الذي يحدث الآن في فزان أم أنه ملف منفصل؟ لا لا لا، بالتأكيد هو يعني وحدة كلية متكاملة لا يمكن فصل أجزاؤها عن بعضها، كلها متلازمة ومتماسكة من كافة الأطراف، وأنا أعتقد اعتقادا جازما بأن هذا الملف مهم جدا، ويعني فتح خلال الفترة الماضية، ولكن أظن يعني قطعت فيه بعض المراحل، ولكنه لم يسوى ولم ينتهي، وحان الوقت الآن بالنسبة للعقلاء والحكماء ورجال القبائل والمجالس الاجتماعية ودعاة السلام فتح هذا الملف من جديد وتحريك والاتصال بكافة الأطراف. وأنا يعني دعيني لا أشيع سرا إذ أقول أنه يعني تأتي اتصالات كثيرة سواء من قبيلة التبو أو من قبيلة أولاد سليمان أو حتى من قبيلة الجدافة إلى الأطراف المحايدة في المنطقة الجنوبية لأهمية تحريك هذا الموضوع ولأهمية استلام هذا الملف ولأهمية الدفع به ويعني البحث في أعماق هذه المشاكل، لأننا عندما نأخذ القشور ونترك الأعماق بالتأكيد ستتجدد المشاكل وتستمر. فأؤكد أن نعم. هذا الملف مهم جدا جدا لابد من الاهتمام به، وهو سيعمل بشكل أساسي على نجاح السلام في منطقة سبع. نعم. ويعني حتى العمليات اللي تحصل في يعني بين التبو وبين وبين اولاد سليمان ستتاثر بشكل ايجابي فيما لو تم فتح هذا الملف. كل القضايا الامنيه نعم. والعسكريه متلازمه ومترابطه بعضها ببعض. نعم سيد محمد صندو، اذا كنت في الاستباع، ما البنود التي لم تطبق بعد وما زلتم تناقشونها وما الضمانات لنجاح هذا الاتفاق؟ انا الذي اؤكد عليه الان، انا لم استمع الى ما دار في الحلقه نظرا لانقطاع الاتصال بكم، ولكن الذي أؤكد عليه أن قبيلتين وبعد توتر وحرب دامت لمدة 6 سنوات، الآن أؤكد لكم أن قبيلتين مصممين على تطبيع العلاقات وإلى استكمال المصالحة والعودة إلى حالة طبيعية، وكل البنود إن شاء الله ستتنفذ. حتى ما الضمانات لكي يصمد وينجح هذا الاتفاق سيد محمد؟ رغم التحديات المحيطة ورغم عدم وجود دولة مسيطرة، ولكن بإرادة أفراد قبيلتين واعتقاد منهم أن الرابح في هذا الحرب خاسر وأن الخسارة بالتالي للمنطقة والوطن. أؤكد لكم أنهم الآن في سبيل الاستكمال حتى يبتعدوا عن هذه الوضعية. يعني ما هي البنود التي لم توقع؟ لم أفهم منك، التي لم تستكمل؟ البنود طبعا كثيرة جدا، منها بنود تشكيل لجان مشتركة لحفظ الأمن وقبض على الخارجين عن القانون والتواصل لاستكمال باقي البنود. نعم. طيب سيد جمال، اعذرني عندما اقاطعك فقط لان اريد ان يعني اوزع الادوار، ما مدى قدره وسلطه شيوخ القبائل برايك على ابناء القبيله المسلحين والمنخرطين في قوى عسكريه؟ سؤال مهم جدا، انا لا اريد ان اكون متشائم الحقيقه، لكني لست لا أعول كثيرا على ما يسمى بشيوخ القبائل وكذا. هذه مسألة انتهت من أيام العهد الملكي، دور شيوخ القبائل والعقلاء وأهل الحل والعقد. الآن هناك مجموعات من الشباب، يعني لا أقول شباب جميعا لا أعمم، ولكن هناك فئات غير منضبطة جانحة
لا يعني لا تهتم بمسألة، لا تستمع لصوت العقل أو صوت المنطق أو الشرع. هناي لابد من مسألة أن لا يعني لا تنتكس هذه الاتفاقيات. وبالتالي ما السبيل؟ قلت حضرتك ما السبيل للضمانات؟ الضمانات هي على كل طرف أن يبعد أي شخصية معروفة بشغبها أو بأنها غير عاقلة، هو الذي يبعدها. ما يعني هو كل طرف من القبيلة أو من يعني هو الذي يهتم ويعني يجعل أهل الحل والعقد والعقلاء والمنضبطين والواعين والناس هم الذين، لأن لا سبيل، لا سبيل لإخوتنا في الجنوب وفي الوطن كله إلا لمسألة الحلول السلمية والحوار والتعايش. الوطن كبير وغني يسع الجميع، كفانا اقتتالا مثل ما قال الزميلين والضيفين الكريمين، لا حل، لا يمكن أن تحل هذه الأمور. نعم لابد، نحن لا نستطيع أن نبعد هؤلاء المشايخ والشخصيات، ولكن إلى حد ما التجربة علمتنا من مسألة مجالس الشورى والحكماء ولعبوا دور في إطفاء الحرائق والتقليل من الفتن، ولكن لا يستطيعون أن يسيطروا على مجموعات معينة مسلحة. المجموعات هذه لابد من أن تعالج نفسها وتبعد كل شخصية غير منضبطة ويعني مشكوك في أمرها، تنزع منها السلاح وتبعدها، يعني ما حك جلدك مثل ضفرك. نعم سيدة. نعم سيد سالم بخزام، الأعيان في الجنوب يقومون بجهود وحوارات منذ انطلاق النزاع، رأينا كم من مبادرة أطلقت لتهدئة النزاع في تمنهنت، لكن ما البديل في حال تعذرت هذه المجهودات أو تعذر عليها إيجاد الحل؟ بصراحة يعني لو أعطيتي حضرتك مساحة من الوقت لعلق، يعني أود أن أقول بأن القبائل والمجالس الاجتماعية هي تمتلك سلطات أخلاقية وسلطات اجتماعية، وليس تحتها سلاح أو أوامر وتعليمات، ولكن هذه السلطات الأخلاقية قد أثبتت نجاحا منقطع النظير. يعني دعيني أستحضر اليوم ما حدث في وبالي، ومحمد صندو الآن هو على الطرف الآخر شاهد يعني ما حدث تماما. كل التوقيعات والمحاضر والإجراءات التي حصلت في وبالي ووقعها طرفاء الصراع آنذاك، التزمت هذه القبائل بكل التعهدات التي قطعتها على نفسها، وذهبنا إلى إحلال السلام ونجاح عملية منقطعة النظير. فنحن نثق ثقة كبيرة جدا في العقلاء والحكماء وأهلنا من الشيوخ والرجال في أنهم لديهم القدرة على إنجاز هذه المسائل. بالطبع كلنا يتمنى أن تظهر دولة حقيقية قوية وقادرة على فرض سيطرتها على كافة أراضيها، ولكن هذا واقعيا لم يحدث حتى الآن. الآن نحن نسمع يعني وبكل أسف عن مسلحين للتبو، عن مسلحين لأولاد سلمان، عن مسلحين لقضايا أخرى، وهذا أمر لا يرتضيه عاقل. إن الحل الحقيقي والمنطقي هو قيام الجيش الذي ينضوي تحته الجميع وتقوض كافة هذه الأسلحة، لأنها هي من تدمر الوطن. الآن نحن نبحث عن حلول ترقيعية ونبحث عن حلول تلفيقية لتجنيب الناس وإيلات الصراع، ونريد أن نلتقط أنفاسنا في خطوة أولى وتسبقها بإذن الله خطوات أخرى. لكن علينا بصراحة أن نحترم كافة الجهود التي تقودها القبائل والتي لم تنقطع طوال الفترات الماضية، وأنا أرى أنها يعني تحقق نجاح منقطع النظير. سيدتي الفاضلة، نعم سيد جمال، كيف يمكن الذهاب أبعد من دفع الأطراف لتوقيع اتفاق هدنة والتوصل لوقت الفتنة في الجنوب وحل مختلف المشاكل؟ الحقيقة الأستاذ سالم أحييه، أنا لا أقلل، لا أنفي أن هناك دور للمجتمع المدني ويعني لرجالات، لمشايخ، لعقلاء، لكذا، ولكن يجب ألا نعول كثيرا. نعم هو حل، يعني هو الحل الموجود، ليس في الإمكان أبدع مما كان مثل ما قال الأستاذ سالم، ولكنه وأقدر تفاؤله، قال أنه منقطع النظير. هي يعني هو الحرب لم يلتزم الأطراف يا سيدي، الحرب مستمرة والقتل مستمر والتدمير حصل لمقار ولناس ولعائلات. نعم أنا معك، لأن ما فيش بديل إلى أن تقام الدولة ويقام الجيش، ولكنني أقول لك ليس جيش حفتر الذي ينبش القبور والذي يصب الزيت على النار ويرسل بالنائل، بدل من أن يرسل الكراسات والأقلام والأموال والخير يرسل الأموال ويصب الزيت على النار، ولا يفي بتعهداته عندما تسلم له القاعدة، قاعدة إبراك الشاطي أو غيره. الحقيقة الذي يعني يحل المشكلة سيدتي الكريمة هو التعجيل، التعجيل بقيام الدولة من قبل أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الأطراف الثلاثة،
والمجلس الرئاسي بسرعة الالتقاء وتقديم تنازلات ووصول لكي يساعدهم المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لا يستطيع أن يساعد مدام هناك نوع من التلكؤ ونوع من هذه المشاكل، ويعني التعجيل بقيام الدولة وبدعم المؤسسات فتتولى هذه المسؤولية، مؤسسات شرطية وجيش حقيقي منضبط راقي مثقف واعي، لا يقوده شيابين مثل بن نايل وحفتر وعقيلة صالح ليس لهم أمل، يعانون من الأمراض والخرف وعندهم هوال معمر القدافي وما زالوا يعاندون ويتصرفوا ويفكروا في قضاياهم وفي قضية ويفكرون بعقلية القبيلة. نعم سيد سالم، ما الخطوات التي ينبغي أن تتلو انسحاب كافة مسلحي قبيلتي ولاد سليمان والتبو وعودتهم إلى تمركزاتهم السابقة كي ينجح ويستمر هذا الاتفاق؟ يعني بصراحة ومن خلال خبرة سابقة أود أن أقول لك المسبقية والشفافية العالية هي الضمانة الحقيقية لإنجاح مثل هذه الخطوات. وأنا أظن يعني وحسب يعني احتكاكي بالقبائل سواء بقبيلة أولاد سليمان أو قبائل التبو أنهم سيلتزموا بما يوقعون عليه وسيلتزموا بالاتفاقات التي تجري، لكن الموضوع لا يخص قبيلة أولاد سليمان فقط ولا يخص قبيلة التبو فقط، ولكنه يخص جميع القبائل في المنطقة الجنوبية وعلى وجه التحديد في سبها، لأن السلام والأمن في سبها سيشع نورا على فزان بالكامل فيما لو حصل وفيما لو نجح، وهذه مسؤولية حقيقية لكل الأطراف سواء للدولة الليبية سواء للقبائل للمجالس الاجتماعية للضباط الحقيقيين الأكفاء في الجيش الوطني للمثقفين لأدوات المجتمع المدني، الكل عليه دور لابد أن يقوم به، كذلك الإعلام عليكم رسالة إعلامية قوية تخاطب الرأي العام وتنزع فتيل الحرب ويعني تذهب بعيدا عن لغة الكراهية واللغة السلبية ودفع الأمور في الاتجاه الصحيح، فيما أظن لو تضافرت كل هذه الجهود بالتأكيد سنربح السلام في سبها ويعني سيشع نورا إن شاء الله في فزان بأكملها. وعلى الدولة حقيقة ونحن يعني نعرف جيدا أن هناك حالة انقسام سياسي وحالة تشظي وحالة صراع بين الطرفين وكل طرف يكيل تهم تجاه الطرف الآخر، وهذا يعني بصراحة نحن قد لا يعنينا لأننا نصطف تماما مع الوطن ونصطف تماما مع الأرض ونصطف تماما مع شعبنا ونصطف تماما مع بنانا التحتية وعلى الحفاظ على مستقبلنا، هذا هو أكثر ما يعنينا وهذا هو أكثر ما يهمنا لإحلال السلام وإنجاح هذه الخطوات. أنا أريد أن أحيي قبيلة التبو وأحيي قبيلة أولاد سليمان وأقول لهم أنتم فعلا على الطريق الصحيح وأنتم فعلا في المسار الصحيح، وأدعو القبائل الأخرى والحكماء والعقلاء والرجال الذين أثبتوا مصداقية حقيقية من أجل الوطن لفتح الملفات الأخرى وتتحرك كافة الجهود، وأنا أثق تماما بأننا سننجح لأن الله سبحانه وتعالى معنا وهذا البلد يستحق كل تضحياتنا الجمة سيدتي الفاضلة. سيد جمال، ما الجهات التي تنتظرون منها تدخلا في المستقبل لحل مختلف مشاكل الجنوب بصفة نهائية؟ أول حاجة أنا أضم صوتي للأستاذ الكريم المتحدث الأستاذ سالم على هذه الأسلوب الراقي وهذه الكلمات المتفائلة، أضم صوتي له وأقول نقطة الأولى، الفئات مثل ما قلت حضرتك القضية ليست لا تنحصر في قبيلتي إخواننا التبو وأولاد سليمان فقط، لا، يجب إحضار كل العقلاء شخصيات ممثلين عن التركيبة اللي موجودة في الجنوب كلها معروفة، اللي هم إخواننا القدادفة وورفلة والحساونة والمجارحة وكل التركيبة الموجودة هناك معروفين، الناس تعرف بعضها، بينهم بيناتهم صلة رحم وجوار وتاريخ طويل من الأخوة والمصاهرات، ويجمعهم مستقبل يعني يبحثون عن الأمن والأمان لبلادهم والخير لأطفالهم ولأولادهم، يجتمعوا جميعا ولتحل هذه القضية، قضية الأمن من جذورها لابد تحل، لا مجاملة في هذا الأمر، ليضعوا أيديهم على مواضع الوجع ويعالجوها ويصارحوا بعضهم بعضا بأسلوب راقيا ويحترموا تعهداتهم، والذي يدعم هذه القضية الدولة مرة أخرى. الجنوب أنا قلتها من منبركم هذا ومن منابر أخرى
الدولة الليبية يجب أن تبدأ بالأماكن الأضعف والأماكن البعيدة، يبدأون بسبها قبل طرابلس، ويبدأون بطبرق قبل بنغازي، ويبدأون بغدامس مناطق الحدودية، المناطق التي فيها تماس أو فيها مشاكل قبلية أو كذا. هذه المناطق يجب أن تدعم. بماذا تدعم؟ تدعم بتقوية أجهزة الأمن، بالتعجيل بمسألة تفعيل وزارة الداخلية، تدعم بتشغيل الشباب. شباب يعني العدد متاعهم قليل في الجنوب، يهتمون بشبابنا في الجنوب، بدلا من أن يحمل بندقية ويذهب هنا وهناك يؤخذ ويعطى بعثة أو تعليم أو مع أو وظيفة أو 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 مشروع صغير هو ومجموعة تجاري، ولتبدأ تنطلق، لتوضع عجلة السلام على الطريق على السكة وتبدأ تنطلق يعني بالتدريج يعني. نعم نعم، وصلنا مشاهدينا إلى ختام برنامج خبر وبعد. نشكر ضيوفنا من سبها أحد أعيان قبيلة تبو محمد صندو، من سبها المختص في قضايا الجنوب سالم بخزام، عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي جمال عبد المطلب. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.